لله صبر أولياء إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ما أكحل عيونهم النظر إليك تهدأ نفوسهم. هؤلاء في كل ليلة ومساء ألف قتلى والله من مردة إبليس ومن المواصب ومن عدم التفات القوم لما يعظون ليعينوا بذلك أنفسهم، لأن الكامش والحامل بقلوب الشيعة هم أولئك العلماء الدالين على إمام الزمان في زمن الغيب. الناس أتعبتهم لأن بواطنهم بين أيديهم. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أعينوني بورع واشتهاد وحبة وسداد. ترى هو الحامل وأولياء في آخر الزمان هم الحملة، وحملة الأولياء هو إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. لقد مد الله هؤلاء من الأفهام حتى أنزل لهم حقيقة التوحيد لأجلهم في قل هو الله أحد، لأجلهم. إن الله علم أنه في آخر الزمان سيكون أقوام متعمقون، فأنزل لهم قل هو الله أحد.